السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم شعراوي الشعراني من قناتكم المفضلة شعراوي الشعراني. اليوم جايب لكم برنامج جميل جدا جدا جدا، هتستطيع إنك تتكلم بيه فيديو أي حد على جميع أنحاء العالم. هتستطيع إنك تتكلم في أي دولة في دول العالم، هتكلم أي حد فيديو إن كان ليك قريب خارج البلاد، برضو تستطيع تكلمه فيديو. بتوفر أيضا رصيدك طبعا، ده بس بتتكلم بالنت. برنامج رازار بتستطيع طبعا تكلمه بيه، يحمل البرنامج ويضيفك في الأصدقاء. على هذا البرنامج بتقدر تكلم بيه أي حد، صديق غير صديق بتكلمه. نذهب بسم الله الرحمن الرحيم لشرح البرنامج. البرنامج هذا هو البرنامج آزار. البرنامج بنفتح البرنامج، إذا طلب منك إنك تسجل بريد بتكتب الجيميل فقط، أي جيميل عندك. هذا البرنامج جاب طبعا الفيديو اللي كنت عايز تكلم. شايف، لاحظ هذه السهم بتعمل كده يدك بصابعك فقط، هنا بتعمل صباعك هكذا، بيعطيك هنا شخص. هذا الشخص من الماروك، من المغرب، بيفتح معك الشخص. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا هو مو سامعني الآن، نادي في شخص تاني كل 5 ثواني بيجيب لك شخص، ولا برضو مو سامعني للأسف أعزائي. المهم بيجيب لك ناس وبتقدر تكلمهم. السلام عليكم. نعم يا باش. السلام عليكم. معك أخوك شعراوي الشعراني من قناة شعراوي الشعراني من مصر، محافظة قنا. هذا هو أعزائي، كما ما قلت لكم بتحركوا صباحكم هكذا، بيعطيك ناس وناس أكتر، كل 5 ثواني بيعطيك شيء. إذا كانت تريد أن تضيفه صديق بتضغط هنا، هنا بتضيف الشيء صديق. السلام عليكم. برضو مفصل هم، والله بيستطيع يعني يفصل، برضك تفصل القناة. أصله بعضهم بيدور على إنه يلقى فتاة، فبيقوم حينما يرى ورجل يعني بيقوم قالب عشان يجد الفتاة والعياذ بالله. هنا بتقدر أنت إنك تحدد الجنس اللي أنت تريد أن تكلمه، مثلا جاء أي حد. السلام عليكم. كيفك أخي؟ معك أخوك شعراوي الشعراني من قناة شعراوي الشعراني في الشعراني محافظة قنا مركز قوس. هذا هو بتبادلوا الإعجابات طبعا إخواتي، بتضغط هنا مثلا إعجاب بيبادلوا الإعجابات، وهنا بتحدد الجنس اللي تريد أنت أن تكلمه. هذه مثلا أنا حددتها ذكر وأنثى، وأنت ممكن هنا تحدد أنثى فقط، وممكن تحدد ذكر فقط. البرنامج كلش حلو، حلو جدا جدا. طبعا راح اترك لكم رابط البرنامج اسفل الفيديو، لا تنسوا تدعموا القناة وتعملوا لايك للقناة، تعملوا اشتراك في القناة. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبك الفيديو اعمل ديسلايك، لا تنسى انك تشير لان هذا تعب والله. انتظرونا باذن الله في دروس جميلة جدا، راح انزل اليكم شرح طريقة لتهكير الفيسبوك مضمونة 100%. بس عبال ما الاقي يعني تفاعل في القناة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتدعمونا بلايك أعزائي المشاهدين.